أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. لأول مرة تركيا تغلق بحر إيجا لمدة سنة، من هذا التاريخ وإلى 23 من ديسمبر 2023، وعبر ثلاثة من نافتكس للذخيرة الحية، ودائما بالذخيرة الحية لمدة سنة، وفي ثلاث مناطق: شمال والوسط وأيضا الجنوب، وانطلاقا من مناطق محددة تتم فيها وبشكل دائما مناورات بالذخيرة الحية، إلا أيام نهاية الأسبوع ومن جهة أخرى أيام العطل وما دون ذلك. فمن هذا الشهر وإلى 23 من ديسمبر، وبحر إيجا مغلق بالذخيرة الحية التركية. نافتكس الأول يبدأ من رقم 004، وهناك 005، وهناك 006. وفي أزمير نافتكس المنشور في 3 يناير 2023 على الساعة 7:14 مساء تحت الرقم مثلا 006 على سنة 2023 أو 006-23 تورنوس شمال غرب، ودائما بالذخيرة الحية. ومن هذا الشهر وإلى 23 من ديسمبر، دونا عن الأول من يناير، 6 يناير، 27 من فبراير، 25 من مارس، أيضا 14 15 16 و 17 من أبريل، والأول من مايو، الخامس من يونيو، الخامس عشر من أغسطس، 28 من أكتوبر، 21 من نوفمبر، 24 من ديسمبر، 25 و 26 وإلى حدود 31 من ديسمبر، على منطقة 37 27 شمالا و 26 و 17 شرقا. عندما نرى 005 على 23 من أزمير أيضا، 7:13 أي قبل 006 بدقيقة، وجدنا أن المنطقة 39 شمالا والخمسة وعشرين عشر شرقا، والصفر 4:23 في المنطقة 40:16-15 شمالا والخمسة وعشرين 39 شرقا. كل هذا تشمله هذه المنطقة بالذخيرة الحية. إذن تغلق بشكل كامل تركيا بحر إيجا عبر نافتكس من هذا الشهر وإلى 23 من ديسمبر 2023 كأقصى تقدير لاستخدام القوة المعول عليه في أدق التفاصيل. هذا يعني مباشرة أن تركيا اليوم لديها استراتيجية مباشرة لجعل بحر إيجا بحرا تركيا، ليس فقط عبر هذا النافتكس والمتعدد والقائم الآن في بحر عام بكامله إلى 23 من ديسمبر. كل هذا يكشف أن تركيا تود أن يكون السيناريو العسكري جزءا لا يتجزأ من خياراتها، خصوصا أمام اعتبارات كثيرة وواضحة. أولا المراقبة عبر الذخيرة الحية، الاستعدادات الدائمة، يعني إعلان حالة طوارئ عبر النافتكس من 003 004 006 إلى حدود 23 من ديسمبر، هذه زاوية بالذخيرة الحية، إعلان حالة الطوارئ دائمة من دون أيام العطل وأيام نهاية الأسبوع ومن شروق الشمس وإلى غروبها. كل هذا يدوم، وأمامنا كل ليل أيضا أمام اعتبارات ليلية لا تحتاج فيها تركيا نتيجة التكنولوجيا العالية إلى أي مستوى من استخدام القوة. إذن نحن نتحدث اليوم بوضوح عن هذه المناطق التي واجهها تحدي تمديد المياه الإقليمية اليونانية من 6 أميال بحرية إلى 12 ميل، فهذا يعد بمثابة الخط الأحمر، وستكون له انعكاسات تساوي تماما حربا محتملة. إذن هذه لحظة أساسية. المسألة الأخرى التي ذكرها وبشكل كامل كل من أكار أيضا بالنسبة لكالم
مستشار أردوغان، فإن هناك رغبة يونانية في وضع عراقيل في العلاقات الأمريكية التركية، إن اليونان تحاول وتسهر على نفس استراتيجية زيلينسكي في قطع العلاقات الروسية مع أوروبا ومع أمريكا وتركيا على نفس طريقة العزل الكامل، العزل الاستراتيجي. لكن الاعتماد على الجيش التركي واضح في إعلان حالة طوارئ دائمة لمدة سنة في بحر إيجا. إذن أمامنا هذا تحديد الحدود، ما سماه أكار بمحاولة عرقلة وأيضا تضبيب العلاقات التركية الأمريكية، التركية مع الاتحاد الأوروبي، التركية مع الناتو، هذه المنظمة. إذن أمامنا هذا التصور. المسألة الثالثة أن التنقيب اليوم أصبح أمريكيا أو شركات أمريكية، فاليوم تريد تركيا حقها ونصيبها من البحر، لأن هناك استثمار هائل ليس على صعيد مصر وحسب مع شركات أمريكية ولا مع كريت، لأن كريت في آخر المطاف، وأيضا حقول الإسكندرية المستكشفة أخيرا كلها سلمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد أمريكا أن تسيطر على البقية الباقية، يعني أن جميع الآبار الآن يجب أن تكون تحت سيطرة اللوبي الغازي والنفطي الأمريكي لسبب رئيس، لأن مثل هذا الوضع سيعتبر بمثابة استثمار داخل أزمة موجودة بين روسيا وألمانيا. وبعد كسر هذه العلاقة والربط الغازي ما بين موسكو وما بين برلين وما بين أوروبا وما بين روسيا، تريد أمريكا وبشكل مباشر وواضح أن تضغط لتكون وتستثمر في البحر الأبيض المتوسط من أجل تسليم الأمن الغازي والنفطي لأوروبا أن يتم عبرها. فليس فقط القواعد 23 قاعدة في الناتو وليس عبر التواجد العسكري فقط، كل هذا غير كاف. السيطرة أيضا على الغاز والنفط الموجه نحو الأوروبيين، وهكذا سيستثمر الأمريكي في الأزمة ويجعل من هذه الآبار آبارا أمريكية تستغني على الخليج. فهذا التقسيم الحادث اليوم أن الخليج يتجه إلى الصين وأمريكا تنغرس في البحر الأبيض المتوسط، فكل قطرة اليوم من غاز أو نفط في البحر الأبيض المتوسط إما يمرر عبر حليف كالحالة الإسرائيلية باتجاه مباشرة تسييل الغاز مثلا في مصر، وكل هذا يجري اليوم، وتركيا تريد أن تكون مستقلة أمام وضع اليد الأمريكية على الغاز والنفط في شرق المتوسط. إذن بوضوح شديد نحن نتحدث اليوم عن إكسون موبيل وعن شيفرون في الإسكندرية وعن البقية الباقية من شركات أمريكية معول عليها أن تأتي. لكن اليوم الشرق المتوسط يجب أن يكون تحت سيطرة شيفرون، إكسون موبيل، ما سمي بالشقيقات السبع المعروفة. اليوم هناك استعادة أمريكا لهذه الآبار لحل مشكلة أوروبا من جهة، ووضع كل المفاتيح في اليد الأمريكية، وكل التنمية الاقتصادية الأوروبية اليوم ستمر عبر أمريكا، أمريكا وفقط أمريكا. أيضا بالنسبة ل إسرائيل وبالنسبة لمصر وللمتوسط، والسيطرة على المتوسط بهذا الشكل لأنه أصبح الآن قطبا طاقيا، وعبر الطاقة والاتصالات والأهم من كل ذلك رؤية الآسيا أو الربط الآسيوي الأوروبي انطلاقا من الاتصالات و الكهرباء، كل هذا يعود مباشرة إلى الأمريكيين. فأول ما أتى له الأمريكي محاولة تفصل آسيا عن أوروبا وجعل الحاجز الأمريكي واضحا ضد خطة محمد بن سلمان بالنسبة للربط الآسيوي الأوروبي عبر اليونان. اليوم الأمريكي يريد أن يحضر
وبقواعده في كل من سودا وأيضا في ألكسندروبوليس في هذه المنطقة السيطرة الكاملة، السيطرة العسكرية، ومن ثم اليوم أصبح لهذه القواعد العسكرية دور اقتصادي هائل في حماية الشركات الأمريكية، في نفس الآن تحكم في الربط الآسيوي الأوروبي الذي أراده الآسيويون أن يمر عبر السعودية ومن خلال الصين وباتجاه أوروبا، وقطع الطريق والحزام الصيني وهذا مهم للغاية، وأيضا تسليم أوروبا كل المنطقة المتوسطية على أساس أن المتوسطية اليوم بنفطها وغازها كافية للاستجابة لكل ما يريده الأوروبي، فالأوروبي من جهة والفرنسي كما هو معلوم وصاحب نظرية المتوسطية والنظرية المتوسطية، هذه النظرية اليوم أصبحت اقتصادية، عندما يدخل الغنى تحضر أمريكا، عندما يدخل أي مادة استراتيجية مهمة إلى المعادلة، أي معامل يساوي الاستثمار ويساوي النفط والسلع الاستراتيجية نجد أمريكا. قبل أن كانت المتوسطية ليست أكثر من مقولة ثقافية ومقولة فرنسية، الآن بعد لقائي ماكرون بالرئيس الأمريكي أصبحت المتوسطية جزءا من الأمن النفطي والغازي لأوروبا عبر الأمريكيين، وحاليا كل شرق المتوسط ولعقود سيلتحق مباشرة بأوروبا، وستصنع اليوم خارطة جديدة سيلحق فيها المتوسط بأوروبا، وهذا هو أهم شيء في كل هذه العملية. لذلك فعلى روسيا أن تغادر سوريا، وعلى روسيا أن تبتعد كليا عن بحر الأبيض المتوسط الذي تريده اليوم أمريكيا، بحر البلطيق وبحر الأبيض المتوسط هذا يريده الأمريكي الآن أن يكون بحرا أو بحيرة للناتو، ومجرد تحويل بحر البلطيق إلى بحر أوروبي إلى جانب البحر الأبيض المتوسط كبحر أوروبي في هذا المسار، سيكون أوروبا شمالا بحر البلطيق جنوبا المتوسط، وستصنع مرة أخرى مثل هذه القارة انطلاقا من نفط وغاز جنوب شرق المتوسط، وهكذا تكتمل الخارطة. بالنسبة لتركيا، لدينا روسيا التي تقاتل في البحر الأسود وتريد أن تبقى إلى جانب تركيا في سوريا، ولكن هذه المرة انطلاقا من البحر وليس البر، ترك البر لروسيا وسوريا من أجل إبعاد أمريكا من سوريا، والحضور البحري من أجل دعم أن تكون تركيا مصدرا أساسيا للنفط الروسي باتجاه أوروبا، فيكون المشروع مشروعا آخر تركيا أن تكون مركزا نفطيا وغازيا في مقابل ما الخطة الأمريكية المذكورة. نجد تركيا وروسيا ومن ثم تسليم المرور أولا لأذربيجان وغاز وكل هذا الغاز بما فيه غاز إيران، كل هذا يمكن أن يتحول مباشرة إلى أوروبا، وهذا الصراع اليوم بين تركيا من داخل الناتو وما بين أمريكا في مشروعها وبشركاتها، وتركيا لا تريد أن تتنازل لا عن بحر إيجا ولا عن ما تريده في البحر الأبيض المتوسط، فالدعم القائم من خلال إغلاق البحر الأسود وجعله تركيا روسيا وتسليم تركيا كل الأوراق الدعم من أجل مواجهة أمريكا ومشروعها تجاه أوروبا، إذن أمامنا تركيا وأمامنا مشروع آخر أمريكي، وفي هذا التنافس يلاحظ أن استدعاء المباشر لقواعد غير معلنة، هذه النافتاكس الموجودة الآن وهذه المناطق المغلقة بالذخيرة، هذه ليست أكثر من قواعد بحرية دائمة، هذه القواعد البحرية توازي تماما التواجد الأمريكي في الاتجاه الآخر، وما بين المشروعين نجد صعوبة كبيرة وهائلة في الذهاب أبعد في هذا الاتجاه أو ذاك، وأوروبا اليوم تعيش هذه الانتقالة إما نحو إعادة مصالحة مع أوراسيا أو الاعتماد حصرا على شرق المتوسط، إما أوروبا المتوسطية وإما
الأورو آسيوية وما بين الخطين أسرع محتدم للغاية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.